بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا ما يزيد في إيماننا ويوضح لنا إسلامنا ويزداد تخلقنا بما تحب وترضى حتى نرتقي إلى علا عالم الإحسان. يا ربنا حنان منا. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. أما الذكر موجود في القرآن، ما شاء الله تجمع تبحثوا الذكر لنبينا عليه السلام، لأنه هو أول من ذكر بالقدر، وكذلك بالخلق في جماعة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. هو الذي رفع الله ذكره على ذكر من سواه من إخوانه عليهم السلام. بعد يقول: بل الذين، وهنا استدراك وتصحيح، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله حكم لأنه ينطق بما يعلم عن خلقه. قالك شكونهم الذين كفروا بالنعمة، كفروا بالله، كفروا بالتوحيد، كفروا بالإخلاص له، كفروا بالشكر له. أهل المجرى الذين كفروا، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي حالهم الكبرى يغلب عليها وصفة شقاق أروغونس شق... آه لا عزة الأروغونس وشقاق سيليسيا، يعني مغروري سون دي زوغيو رومبلي دو فانيتي، فما كان اللي هو طالع خارج ما عندهم حتى قيمة عند المولى. وشقاق يشاقون الله ورسوله، يعني حاربوا فيه من أي سبب. سي دليلك اللي يخليك أنت صعب حق تتوي صحيح اللي أنت في شقاق مع الله. Tu es toujours ainsi déçu. Est-ce que tu as une raison, un argument plausible? Jamais de la vie. Revenez aux réalités et vous allez voir que vous êtes sur une mauvaise piste qui va vous mener vers le fin fond de la géhenne, le hellfire. Wassalam.